برشت، برافو. يبقى ما فيهاش تغيير، يبقى التغيير كله فين؟ التغيير كله مع اير واس وزي ودو بس. وعندنا زي اون زي اكسبريشن ما فهمش اي تغيير اكسبريشن. يبقى عندنا فيرب اكسبريشن لما اجي اسربه بشيل الاي ان عادي واحط نهايات، بس بخلي بالي ان انا مع دو ومع اير واس وزي بشيل منها الاي بخليها اي، الاي تبقى اي. اليس كلار؟ اليس كلار؟ طيب انا عايز حد يسرب لي فيرب هيلبن. فيرب هيلبن زيه بالظبط زي فيرب جي زي فيرب اكسبريشن. ها كلار يلا يا صاحبي سرب لي بقى فيرب هيلبن. ايش هيلفا؟ رابع بس. ايش هيلفا؟ بس نخ. دو هيلبس. برافو. بس نخ. اير اس زي هيلب زير جود. بسرعه وي هيلبن اير هيلب زير جود. تمام. ها بس نخ زي وزي هيلفن. طيب نصرف فيرب جيبن، عايزكم تصرفوا فيرب جيبن. زير جود اير اس زي جيت دو جيبست زير جود. ها بس نخ زي وزي جيبن. برافو يا صاحبي. اير جيت. كويس جدا كويس جدا. يبقى عندنا افعال زي الافعال اللي احنا شفناها ديت اللي هي فيرب جيبن وفيرب اشبريشن وفيرب هيلفن، وطبعا الافعال اللي هيجي بعد كده فيها تغيير في التصريف هقول لكم عليه واحنا ماشيين. كل الافعال دي بنغير منها الاي تبقى اي، الاي تبقى اي. داس اس زير جود. داس اس زير جود. طيب عندنا افعال ثانيه بقى بنغير ال A تبقى EA زي ال A تبقى EA يعني زود لها ال E زي ايه ده؟ زي verb لازم. برافو برافو. وايه كمان؟ verb لازم وverb لازم يعني يقرا، لازم يقرا. وفيرب زين. ها بس دوت زين. زين يعني ايه يا شباب؟ يرى زي جود. يبقى عندنا فيرب لازم وفيرب زين دول الفعلين لما يجوا بضرب لهم مع دو. احنا كل كلامنا دلوقتي مع دو واير واس وزي، مالناش دعوه بغيرهم. كل كلام من الوقت التغيرات اللي بتحصل دي مع دو واير واس وزي في ما بعد كده من الضماير كل الحاجات زي ما هي ما فيهاش اي تغيير. طيب ايش ليزا؟ انا هصرف ليزا وانت تصرفه زين. ها ايش ليزا؟ دو ايست اير اس زي اوخ ليست. خلي بالكم ان احنا عندنا كده كده الفعل منتهي باس، فتصريفه قلنا ان منتهي باس ما نحطلوش اس مع دو. طيب اير اس زي ليست بير لازم عادي اير
ين ليه زي اند زي لازم. يلا حمين يصرى فرق زين بقى من يصرى فرق زين زير دو زيست ار اس زي زيت ها تمام اوي ايش زيش بريشنا ايش زير دو زيست دو زيست دو زيست ار زيت ار زيت بس نوخ ايه كمان زيد وزيست ار اس زي زيت بير زين اير زيت زي زي زين كويس ايه صح كويس ايه صح زير جود داس اس زير جود. طيب ده الافعال اللي عندنا اللي بغير منها الاي تبقى اي اي كويس. طيب عندنا بعد كده عندنا كده افعال ده اللي بنغير منها الا الا تبقى ا املوت الا تبقى ايه ا املوت زي يبقى عندنا الا تبقى ا املوت زي ايه زي فارن برافو مروان فارن وزي لوفن وزي شلافن وزي كمان فارن لافن شلافن. طيب حاضر كويس كده. طيب لحظة يا شباب بس اوضح قلنا فيرب فارن من الافعال اللي هي بناخد منها تتغير فيها الا لا املاق نغير فيها الا لا املاق. طيب نصرف الافعال اصرف فيرب فارن ايش فار دو تبقى دو ايه دو فيرست اير بس زي فارن ولا ايه اير بس زي فيرت فير فارن زي ونزي فارن اير فار اير فار تمام. طيب مين يصرف بقى ده بلاوفن
Schlauber, gut. Du läufst sehr gut. Laufen, Jägri. Laufen, Jägri. Du läufst. Er ist sie. Er ist sie. Läuft. Wir laufen. Sie und sie laufen. Sehr gut. Ihr lauft. Das ist sehr gut. طيب, schlafen. Was dort schlafen? Schlafen, was dort schlafen? Genau. Ich möchte schlafen. Ha, ich meine, ich will schlafen hier, aber drauf so rein. Yalla. مين صار فيرب شلافن؟ شلافن دو لويفس زير جود ماشي يا صار عشان ما عندكش مراد حط لنا نقطتين بعدها ماشي شلافن دو شليفست ار اس دي Du schläfst, ja, 35, schläfst. Er ist sie schläft. Wir und sie, sie. Wer sie sie? Wir schlafen. Ihr schlaft. Sehr gut. في ناس ما بتشتركش خالص يا جماعة. في ناس معانا ما بتجاوبش خالص. مثلا مش عايز اقول اسماء بس في ناس كتير ما بتجاوبش الناس دي مش موجوده ولا ايه؟ شلافت وشليفت ار از زي شليفت في شلافن زي زي شلافن اي شلافت زير جود زير جود صح في ناس كتير ما بتجاوبش اقول ما جاوبش ولا بلاش يا أستاذ متولي أنا مش عارف أرد عليك. أوكي الناس الجديدة يا جماعة بس يا ريت تجيب المحاضرات بتاعت المرة اللي فاتت بتاع القديم والمحاضرات اللي هو على المنتدى. يا ريت تجيب المحاضرات وتعمل.